ماذا عن خطورة هؤلاء الأشخاص الذين يكونون حاملين للفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض الفيروس ولا يعرفون أصلا أنهم مصابين؟ هذا واحد الخطر آخر ديال هذا الكورونا فيروس، هو الناس اللي عندهم الفيروس في ذاتهم ولكن هما ما عارفينوش، لأن ما عندهم حتى سيمبتوم، ما عندهم حتى أعراض، لا بأس عليهم، ولكن واخا لا بأس عليهم عندهم الفيروس في فمهم، عندهم فيروس في نيفهم، عندهم الفيروس في حلقهم. والمشكل هو هاد الناس كيبقاو كيعاديو وبلا ما كيعرفوه، والناس اللي حداهم كيحسب لهم بلي راه لا بأس عليهم، ما فين كاين حتى شي خطر. ودابا على اللي كنعرفو هو هاد الانفيكسيون من الكورونا فيروس من الناس اللي ما عندهمش المرض ولكن كنسميهم بورتور، هازينو حاملينو، هي كتكون تقريبا قد 40%. وداروا واحد البحث في ليطا ديال ماساتشوستس هنا في امريكا، مشاو لواحد الكارتي وقلبوا الناس، لقاو 30% ديال هاد الناس عندهم لي زونتيكور ضد الفيروس وهما ما عارفينش كاع واش كانوا مراد ولا لا. دونك هذا هو الخطر الكبير. ثانيا الانسان يكون هاز هاد الفيروس في ذاته وما يبان فيهش المرض على مده 2 سيمانات ولا اكثر. دونك كيقدر 2 سيمانات ولا اكثر هو غادي بحياته كالعاده، ولكن راه غادي وكيعادي الناس بلا ما يعرف. اذا كيفاش الناس بلي راه هما كيتعاداو؟ اذا كيفاش نحميو نفوسنا من هذه الحالات؟ دونك الانسان باش يحمي راسو هي يبقى في دارو اولا في هذا الوقت هذا، ما يخرجش. ثانيا يبدي من يبقى على تساع، ما يتخلطش بزاف مع الناس. لا خرج على الضرورة يدير الماسك في وجهه في الدار، ولا خرج ودخل ولا هذا دائما يغسل يده بالماء والصابون، ويخلي يده كيغسل بالماء والصابون واحد المدة ديال 20 ولا 30 ثانية. وهذا هو هادو هما لي ميزور بيرسونيل شخصيا، باش كل واحد لا خدا هاد لي ميزور هادو، كل واحد خدا لا ريسبونسابيليتي على راسو. طيب. ان شاء الله ما يكون غير خير.